أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رجل الأعمال المميز الدكتور حسام خليفة من المكارم دراج ستور. أهلا دكتور. يا مرحبا، شرفتونا. شرفتنا بالبرنامج، ونتمنى بداية أن تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع المكارم. أوكي. أنا حسام خليفة، صيدلي. الباك جراوند تبعي في الصيدلة، وعملت الماجستير وإدارة الأعمال، والحمد لله أتيحت لي الفرصة، درست العديد من الطلاب ودربت الكثير من الصيادلة، عدد كبير جدا. فلدينا خبرة كبيرة في مجال الأدوية، وجاءت المكارم كتتويج لهذه الرحلة المهنية الطويلة، رغبة منا في تقديم منتجات مميزة، وفي عكس خبرتنا بإذن الله في سوق الإمارات والأسواق بالخليج ومنطقة أفريقيا بإذن الله. جميل جدا. دكتور، ممكن تحكي لنا بالتفاصيل شو هي الأدوية اللي بتتعاملوا فيها بالمكارم وبتوزعوها، وما هو نطاق التوزيع عندكم في دولة الإمارات؟ هي أدوية لشركات إيطالية وشركات أوروبية عموما. نطاق التوزيع الحمد لله على مستوى يعني الإمارات العربية كلها، فلدينا يعني تيم من المناديب المبيعات والصيادلة لتوزيع هذه الأدوية وتوصيلها للصيدليات. ومن هذا المنبر أنا بشكر كل الشركاء تبعنا من صيدليات مختلفة بالإمارات لتعاونهم المستمر، ونحن نسعى باستمرار لبناء هذه العلاقات المميزة ولاستمرارها بإذن الله. لدينا منتج زايفكس أورال سبراي على سبيل المثال للحصر، والمنتج يعمل على تخفيف آلام الحلق والمساعدة في القضاء على الفيروسات والبكتيريا. طبعا كما تعلمون بعد جائحة كورونا صارت مشاكل الجهاز التنفسي العلوي كبيرة وتؤرق الأطباء عموما والصيادلة، فأحببنا أن نقوم بتقديم هذه المنتجات من شركات بحثية ولمساعدة القطاع الصحي في حل هذه الأزمة بعد جائحة كورونا. كذلك لدينا زايفكس نيزل سبراي يساعد في حالات الاحتقان، وكذلك المساعدة في القضاء على الفيروسات المسببة لها. ولدينا كذلك منتجات في لاين الديرما ولاين يختص كذلك بالأطفال ومشاكلهم في الجهاز التنفسي كذلك، لأنها مور كومون أو أكثر عند الأطفال هذه المشاكل، بالذات في مرحلة الدراسة بأسباب الاختلاط بين الأطفال وبعضهم. فنتمنى أن تكون منتجاتنا بإذن الله تساعد المجتمعات، يعني كالمجتمع الإماراتي والمجتمعات الأخرى، في التعافي السريع بإذن الله. دكتور، بعد النجاح اللي وصلتوا له اليوم، شو خططكم المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية للشركة؟ خططنا المستقبلية هي زيادة اللاينز تبعنا. يعني الآن احنا في بدايات، احنا سجلنا الشركة بالإمارات في وزارة الصحة في نهايات 2021، والحمد لله الآن في فترة وجيزة استطعنا أن نبني علاقات يعني مميزة مع العديد من الصيدليات، مع العديد من المستشفيات، مع العديد من المراكز الطبية على مستوى الإمارات، وهذا يعطينا حافز أكثر للتوسع في هذا الماركت بسبب النمو المضطرد وبسبب دعم الدولة لهذه المشاريع بحمد الله تعالى. دكتور، ذكرت الإمارات كانت الفرع الثاني للشركة، بداية هي بدأت في السودان وحولتها بعدين للإمارات. نعم. ممكن تخبرنا ليش حولتها لدولة الإمارات وشو الأشياء اللي شجعتك إنك تحول دولة الإمارات تكون منصتك الثانية لتبدأ فيها شركتك؟ صراحة الإمارات هي وطني الثاني إن لم يكن الأول كذلك مع السودان، يعني في نفس المرتبة. أنا والدي حفظه الله كان يعمل هنا بالإمارات لفترات طويلة أثناء الطفولة، فترعرعته هنا في الإمارات. وكذلك كنا أثناء عملنا بالسودان، أول ما تخرجت من الجامعة عملت بشركة جولفار
الشركة الإماراتية، فهذا أعطاني رابط آخر مع الإمارات، حيث كنا نزور الإمارات باستمرار أثناء عملي وتواجدي بالسودان، فعملت فيها لسنوات طويلة وتدرجت فيها إلى أن وصلت إلى مراتب يعني إدارية عالية بالسودان، منها تحولت إلى العمل الخاص بي في توزيع كذلك واستيراد وتوزيع الأدوية، وكنت أزور الإمارات باستمرار، يعني كنا نحضر إلى الإمارات لحضور المؤتمرات والمعارض الدوائية كمعرض Arab Health والعديد من المعارض الأخرى، فكانت فرصة كبيرة للقاء مع كل الشركاء العالميين، يعني حتى الشركات التي لدينا تواكيل من أوروبا نجد تواجدهم هنا معنا، وفي بعض الأحيان كنا كذلك نقدم معهم على هذه المعارض الأدوية ونقابل الأطباء، وهذا أعطاني حافز إضافي للولوج أو الدخول إلى هذا السوق المميز الذي يجمع كل ألوان الطيف من الشركات العالمية في هذه الدولة الإمارات. بالنهاية دكتور بدنا نشكرك تواجدك معنا بالبرنامج، وبدنا نخبر جميع المشاهدين اللي عم تابعونا هلا كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع المكارم. المكارم دراج ستور، المشاهدين يمكن ان يجدوا ادويتنا في العديد من الصيدليات كما ذكرت في بداية اللقاء، في صيدليات هيلث فيرست، في صيدليات ميديسينا، في بوتس، في ميد 7، في مجموعة مكة كذلك، بيت المقدس، ميديسينا كما ذكرتكم، جميع يعني معظم الصيدليات الكبيرة أدويتنا زايفكس وزايم بكل أنواعها متواجدة في هذه الفروع، يمكن أن تطلب منهم أونلاين إن شاء الله. فنرحب بكم مرة أخرى. شكرا جزيلا دكتور، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. آمين يا رب، يا مرحبا بكم، يا مرحبا، شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.